محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوسل بكتاب الله وبعترته، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. تأخذ المصحف وتفتحه أمامك وتضعه بين يديك وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار، وتدعو بما بدا لك من حاجة. روح واجب. خذ المصحف وضعه على رأسك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 10 مرات، بك يا الله، 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 بمحمد صلى الله عليه وآله، بمحمد، 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 بعلي عليه السلام، بعلي، 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 بفاطمة عليها السلام، بفاطمة، 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 بالحسن عليه السلام، بالحسن، 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 بالحسين عليه السلام، بالحسين، 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 بعلي بن الحسين، 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 بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي،
بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي 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 بالحجة 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 وتسأل حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك مغفرتك ورضوانك والفرج للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.